السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عايز أقلد الشيخ ناصر القطامي بطريقتين من وجهة نظري. الطريقة الأولى وهو هذه، الطريقة الثانية وهو بيعيط أو بيتباكى، والاثنين جمال قوي، بس أنا بحس إن دي غير دي شوية، فعشان كده قلت إيه أقلده في الطريقتين. الطريقة الأولى وهو هذه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء من خشي الرحمن بالغيب وجاء وجاء بقلب منيب، ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. الطريقة الثانية هو بيتباكى، دي صعبة شوية. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة من خشي الرحمن بالغيب وجاء من خشي الرحمن بالغيب وجاء وجاء بقلب منيب، ودخلوها بسلام ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون.